شرم الشيخ، ومن ذات المدينة أنتقل إلى الزميل محمد ترك ليحدثنا كذلك عن بيان ختامي بما دار في الجلسات وما استرعى انتباهه إليك محمد. أهلا بك أحمد، أهلا بكل مشاهدينا الكرام. الحقيقة كان يوما حافلا، هو اليوم الأوسط في الجلسات التي تعقد ثاني أيام الجلسات. كان هناك جلسة كبيرة قسمت إلى جزئين، ويعني يمكن امتدت لأكثر من 4 ساعات. حضر جزءا جانبا منها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت هذه الجلسة بعنوان تحديات وقضايا تواجه شباب العالم، سبل المواجهة لصناعة المستقبل، عملا بأنه يعني يمكن هذه هي المعوقات التي تمنع الشباب أن يبحثوا عن مستقبل أفضل لهم. وبدأت هذه الجلسة بكلمة للرئيس التشادي، وبعدها الفتاة الأيزيدية، يمكن كلنا تابعناها، لمياء حجي بشار، الناشطة التي هربت من داعش، حكت قصتها باستفاضة، ومرة أخرى استدعت الدموع واستدعت المشاعر بشكل يعني كبير، لأنها قالت أنه لا أريد أن يتعرض غيري لمثل هذا. وصفت ما حدث لأهلها وكيف كنا النساء يباعن في الأسواق أكثر من مرة، قيلت أنها بيعت 5 مرات وحدها. كان هناك أيضا كما تابعنا على مدار اليوم جلسة عن حرية الصحافة. كان هناك يعني أحداث كثيرة الحقيقة على الهوامش. كما كان يتحدث زميلنا محمد الشاذلي، جلسة الخاصة بقناة السويس ومنطقة قناة السويس الاقتصادية. يعني الحقيقة كان هناك اهتمام يعني كبير في بموضوعات اليوم، غدا إن شاء الله اليوم الختامي. لكن دعونا فقط نذهب الآن إلى الجلسة الأولانية، وحين حضر الرئيس تحدث عن أن المشكلة الأولى التي تواجه مصر كتحد مستقبلي هي النمو السكاني، لأنه كلما زاد عدد السكان كلما قلت فرص العمل وقلت فرص الحياة بالأساس. نستمع. أنا لما يكون عندي نمو سكاني في مصر 2.5 مليون كل سنة، 2.5 مليون دول معناها أنه عايز يخش، يعني يبقى عنده فرصة تعليم جيدة، عايز يبقى عنده فرصة عمل لما يتخرج جيدة، عايز يبقى عنده فرصة حياة في مصر جيدة. طب يا ترى النمو ده، واللي بالمناسبة في مصر على مدى 50 سنة، عشان ما نكونش يعني ظالمين للتجربة، هو مسألة تعيق التقدم وتعيق تحسين أحوال الناس بشكل حقيقي ملموس. وما نقدرش، لو الناس مش قادرة تستوعب أن النمو السكاني بالطريقة ديت يأكل كل الجهود اللي تعملها الدولة، لأن النمو السكاني ده عشان يتحقق في شكل من أشكال الإحساس بحياة يعني أو بدخل مناسب، لابد أن يكون الدخل أو الناتج مش أقل، معدل النمو فيه مش أقل من 7.5 فما فوق. حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن عن معدلات النمو التي تحقق في مصر بنحو 2.5 مليون نسمة سنويا، ما يشكل عائقا حقيقيا أمام أي تنمية. أشكر الزميل محمد ترك، كذلك هو الزميل محمد الشاذلي، انضم إلينا على الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ. شكرا جزيلا لكما.